وهلا بنوصل لفقره اسمع مني مع دكتور جوال زعيتر، اختصاصيه بعلم النفس. صباح الخير. صباح النور. اشتقنا لك. وانا زمان ما وانا هيك شي جمعتين ثلاثه ما طلعتي معنا، وهلا رح نخبر المشاهدين انه حتكوني معنا اسبوعيا بفقره اسمع مني، لهيك ناخذ منك قد ما فينا ارشادات حول حالتنا النفسيه يلي بهالايام كارثة. يعني اليوم كنا قبل نحكي حدا قاطع بوضع معين، حدا عنده مشكلة، اليوم كلنا كل بالهوا سوا. مزبوط. أول شيء أنا وياك لابسين زيت الألوان ولأنه مش مثقفين. دكتور جوال، اليوم رح نحكي عن موضوع الثقة بالنفس، يلي هو موضوع بتخيل برفقنا بكل حياتنا، وهو انطلاقته بتكون كتير مهمة، وهي الأساس يلي بترسم كيف رح تكون حياتنا. ورح نحكي بفرق بينه وبين تقدير الذات، اللي كتار منا يمكن ما بيعرفوا الفرق بينه. صح. خبرينا أول شيء شو هو تعريف الثقة بالنفس؟ أول شيء الثقة بالنفس أو السلف كونفيدنس هي الشخص قديه بيوثق بقدراته، بإنجازاته، بهو شو بيقدر يعمل، بالصفات اللي هو عنده إياها، وبكل شيء هو قادر ينجزه ويحققه. أما تقدير الذات هو في فرق بيناتهم، لأنه ناس بتفكرها هي ذاتها. تقدير الذات هي بتكون قديه شخص هو بيقيم حاله بشكل إيجابي أو بشكل سلبي، وكيف بيقيم حاله وعلى أي أسس. فقد ايه هو الشخص بيقدر، الناس بتكون مفكرة أنه نابع هذا الشيء من برا، يعني إذا شخص عنده ممتلكات كتير، أو مثلا بلوجر عنده كتير فولوورز، أو مثلا كيف الناس بتشوفه، هو الأشياء مثل فاكتور، يعني عوامل خارجية من عوامل داخلية، يعني قد ايه الناس كيف هن بشوفوه، شو هو قد ايه بيملك من المال، شو عنده ممتلكات، حتى مثلا يعني شو تعلم، شو عنده سيرتيفيكيت، شو عنده الترافيز اللي هو أخذهم أو الجوائز. يمكن هيك بفكر هو قد ايه الناس بتكون عم بتشوفه، هيك بيكون تقديره لنفسه. هذا الشيء غلط. هو تقدير الذات بيجي من جوا أكيد مش من برا، لأنه ياما بتشوف ناس بيبقوا فنانين أو ناس عن جد مشهورين وحققوا إنجازات كتير كبيرة، بس بآخر النهار بيكونوا هن حاسين حالهم منهم ساتيسفايد، منهم مكتفين، ومنهم راضين عن حالهم، بيكونوا حاسين حالهم إنه هن ماشي، كل ما ينجحوا كل ما يحسوا حالهم أوطى، لأنه تقديرهم لحالهم هو منه، يعني بيختلف عن ثقتهم بإنه هن قادرين ينجزوا هيدا العمل اللي هن عم. يعني في يكون شخص عنده ثقة بنفسه بس ما عنده التقدير لذاته. صح. أوكي. هون إذا بنبلش نحكي شوي عن الثقة بالنفس، الثقة بالنفس كيف بتخلق؟ ويمكن هل هي مقسمة بس نحكي ثقة بالنفس بنكون عم نحكي عن الشكل مع المضمون، أو بتكون لا هي شيء كامل، يا عندك ثقة بحالك يا لا؟ يا لا، الثقة بالنفس بتجي كمان على عدة أشكال، وطبعا يعني العامل والشيء اللي كتير بيأثر عليها هو من الطفولة. هنا عدة أسباب، يعني أول شيء الطفولة هلا بنحكي عنها مفصلا، وكمان كيف الشخص هو بيكون عنده ثقة بحاله، هو كيف بيشوف حاله، نظرته لنفسه، كيف بيكتسبها يمكن أوقات، كيف بيكتسبها من وراء الأشياء اللي صايرة معه. وكمان أوقات في أشياء يعني كيميائيات بقلب الدماغ حتى أوقات بتخلي الشخص أنه يكون عنده شيء نفسي خليه ما بيوثق بحاله، أو البادي إيمج تبعه بتتغير، بيلاقي حاله هذا إذا شكليا. كمان بعد عامل رابع هو الصدمات اللي ممكن بيتعرض لها بحياته أو مواقف معينة. مثلا أوقات بنلاقي أولاد تعرضوا للتنمر، هذا موضوع كتير مهم، أو اي هذا مثلا اكزامبل صغير بيصير هن هيدا الشيء بخليهم انه هن يفقدوا ثقتهم بحالهم، او مثلا كلمه او معامله غير صحيحه من قبل الام او البي او حدا من العائله او من المدرسه او من الاستاذ او المدير او اي حدا او بالشغل، بخلوا هالانسان يحس حاله انه هو اقل، او انه كمان ما يوثق بحاله بانه هو عن جد شو قادر ينجز ويعمل. اوكي، وهون اهميه التربيه، يعني ذكرتي شغله دكتور جوال اللي هو عن الاهل، لانه الثقه بالنفس بتبلش من البيت، يعني نحن بنكون صغار بنكون عم نتلقى بعدنا كل شيء. قد ايه هون اهميه الاهل، وشو لازم يعملوا الاهل ليعطوا ثقه بالنفس الصح؟ لانه بنعرف اوقات في الثقه بالنفس كمان الغلط اللي ممكن تاذي الانسان مستقبليا بحياته. مزبوط. هيدي المرحله هي مرحله كثير حساسه وكثير دقيقه، لانه بتبلش على عمر السنتين.
لما الولد بيكون عم يبلش ينفصل عن الأهل ويكون عم يعرف أنه هو وأمه وبيه هن مش واحد، هن عدة أشخاص، وبيبلش بده يبني استقلاليته لحاله. هاي مرحلة الانفصال لازم تكون عم بتصير بطريقة كتير واعية، ويكون في عندهم إدراك كتير كافي الأهل وكبير أنه يقدروا يستوعبوا هيدا الولد. ليه؟ لأنه هن بيكونوا بيصيروا يعيطوا عليه، يمكن هن بيكون هو بيصير يقول، منلاحظ كتير الولاد بعمر السنتين بيصيروا على كل شيء بيقولوا لا لا لا، بيكونوا هن بيكونوا بدهم يكونوا مستقلين ويعطوا هن قرارهم، مش يعملوا لأهل بدهم اياه. هيدي لا ما بتكون دليل انه الولد منه مهذب او انه الاهل ما عم يعرفوا يربوا الولد بطريقه مضبوطه، هيدا بتكون دليل انه هو بده يجرب ينفصل، ولازم يعرفوا هن ويساعدوه انه حتى تقطع هيدي المرحلة الانفصال بشكل سوي ومظبوط وسليم. كيف يعني؟ مثلا ممكن تتاخد بناحيتين، يا بده يصير لما الأهل هن يفرضوا إذا اتبعوا أسلوب الأسوأ، راح يصير في الولد يمكن يكون أكثر عنيد ويسبب بتصرفاته إزعاج لأهله وللمحيط طبعه، يعمل ردة فعل عكسية، وبكون صح. أصلا كمان يمكن ما استفيد، لأنه اليوم إذا ما فسرت للولد ليه لا أو ليه مثلا ممنوع تعمل هيدا الشيء، يمكن تبقى الشغلة براسه. وخاصة أنه اليوم حتى الأولاد صاروا بعمر صغير، يمكن من عمر السنتين والثلاثة بتشوفيهم حاملين آيباد يعني، وعم يحضروا أشياء. كل شيء تغير عن قبل، كمان من وراء الأهل. كيف الأهل هن بيعودوا أولادهم؟ لازم يفسروا لهم مثل ما قلنا، مثل ما دايما بنقول، ويكون في حوار بيناتهم حتى لو كانوا صغار، يفسروا لهم الصح من الغلط وليش. كمان مثل ما كنت عم أقول، يا إذا اتبعوا سيستم الأسوأ رح يكون الولد عنيد، أو رح يكون بالآخر قد ما الأهل قاسين عليه هيدا الشيء رح يسبب بضعف شخصيتهم لبعدين وهشاشة بالشخصية، ويكونوا يتعودوا على الاستسلام. لما يكونوا عم يتعودوا على الاستسلام خلاص رح يكون بالآخر بعدين شخصيتهم ضعيفة، أو خلينا نقول منا قوية كفاية. كرمال هيك لازم نعرف أنه كل شيء مثل ما دايما بنقول بنبنيه بالطفولة رح نحصده بالآخر، كل شيء بنزرعه بالطفولة رح نحصده بالآخر، وأهم شيء هي الشخصية. مثلا فينا نعطي يمكن بعض الأشياء اللي بشوفها بالعيادة، هيدا ممكن الأشخاص تنسبها لحالهم. مثل مرة كان في عندي كيس لصبية اجت وهي كام، هي يعني بيرفكت بكل شيء، بعلمها بشغلها بحياتها بكل شيء فيها، بس هي ملاقيه حالها ابدا ما عندها ثقه بحالها. هلا هي ما كانت عارفه ما عندها ثقه بحالها، هون المشكله كمان، هون المشكله. كيف بتقدر الشخص يعرف لما يصير يواجه صعوبات بحياته، لما يصير عنده أشياء عم بتخليه يصاب بالديبرشن أو بالأحباط أو بالاكتئاب بالقلق، بصير ما عم يقدر يكفي حياته بشكل مزبوط، بصير يعرف أنه هو في شيء بشخصيته هو منه يعني لازم ينعرف شو هو لحتى يساعد حاله وينشغل عليه. فاجت هي بحجة انه هي ما عم بتكون مبسوطة بولا شيء، وانه هي مضايقة وبشغلها منا مرتاحة. منفوت أكتر يعني حتى ما نطول بالموضوع، منعرف أنه الباص مثلا ما عم بيكون يعني عم يعطوها تاسكس أكتر من ما هي مطلوب منه، بالبيت هي كمان منا مرتاحة. منرجع كمان مع يمكن للشخص اللي كانت عم تتعرف عليه، دايما تسأله أنه أنا حلوة، في شي فيه ما بتحبه؟ عن جد أنت كيف قبلت تحكي معي؟ والأشياء ما لازم أكيد نقولهم. فكمان هون منرجع شوي شوي لمراحل الطفولة، منعرف أنه الأهل وبالأخص ما كان عم يعطي العناية الكافية والحب الكافي والاهتمام لهيدي البنت، ما كان عم يسمع لها، ما كان عم بفرجيها هالتقارب الجسدي بالغمرة بالعبطة بالبوسة بكل هالأشياء. وكمان دايما كان الأهل، هيدا أهم نقطة، كان الأهل يوعدوها بأشياء، بأنه إذا هي نجحت بالمدرسة يعطوها هيك، إذا هي تفوقت أو عملت أي شيء يكافئوها، وما كانوا يكافئوها. فقالت بالحرف الواحد، أنا أهلي ما بيشوفوني، بحس أهلي ما بيشوفوني، فأنا شو ما أعمل ما عندي لذة بالشي اللي أنا بعمله، ما بنبسط، بحس أنه أنا أقل من ما أنا فعلا أنت شايفتيني هلأ. فتخيلي قد ايه يمكن تأثير صغير، هن مش قصدهم يأذوها، بس لا طبعا الأهل، ما هي ليه اليوم نحن بنجرب قد ما فينا نعمل هيدي التوعية دكتور جوال، لأنه أكيد أنه الأهل بكثير من الأوقات ما بيكونوا عم ينتبهوا على هول التفاصيل يعني. صح. يمكن نحن اليوم جيلنا شوي صار يطلع
على هول المواضيع اكثر، صرنا نسمع بحالات اكثر، نقرا ننتبه، حتى نحضر مثلا فقرات معينه. مزبوط. وهيدا اليوم سبب الفقره يلي انت بتقدميها دكتور جوال. طيب اليوم اذا بقى نحكي عن الثقه بالنفس الغلط، يعني كمان بيكون عندهم انفليتد ايجو، اللي بيكونوا عندهم ثقه بالنفس، قصدك زياده مش بمطرحها. صح. مش بمطرحها، وكمان اوقات كثير بتكون جايه من الاهل، او بتكون في ولد غير ولد بالبيت، يعني بتحسي في ولد عاطينه كثير ثقه بالنفس. صح. وولد ثاني ابدا. مزبوط. اذا منغوص ومنفوت بشخصيه هيدا الانسان كثير كثير، ممكن يكون هو شخص عنده ادعاء وعنده ثقه بالنفس او مثل بالون، بس اذا بتفقعيه هو ماشي من جوا، بيكون عنده شخصيه نرجسيه بركه، كمان من وراء الاهل، من وراء اشياء كمان صارت معه بالحياه، بحاول انه هو يثبت حاله قدام العالم بطريقه غلط، وبيكون هو ما عنده هيدا الشيء، يمكن بحب هيدا الشخص يضل يستقبل برايزنج لانه هيدا الشيء يعني تفيدز هيز ايجو، بيعبي له الايجو تبعه، بس هو ما ضروري هو يكون عن جد عنده ثقه بحاله. ما حدا عنده ثقه بحاله اذا ما كان متصالح مع نفسه مزبوط وعارف هو شو قادر يعمل، وانه انا لو كيف ما شافون الناس ما بيأثر علي شيء، لو انا شو ما عملت ما بيأثر علي شيء، انا بعرف حالي، وبيكون عنده سلام داخلي انه شو ما عمل هو هو مرتاح مع حاله، مش الاشياء الخارجيه هي اللي بتحدد هو. وهل هيدا الشيء صح دكتور جوال؟ يعني اليوم انت بس تكوني موجوده مع المرضى يلي عندك بدك توصليهم لهيدي المرحله، او كمان اوقات لازم نترك محل كثير صغير لنسمع غيرنا، لانه اوقات كمان الثقة بالنفس هيدي اللي بتوصل لمحل عندك سلام داخلي، ما بقى بيعني لك حدا، انت عندك ثقة بنفسك وباللي عم تعمليه وانه انت صح، ما كمان بياخدك اوقات لمحل غلط؟ مزبوط. هو يعني هي كل شخص عنده بعيش حياته بشكل فردي، ما في شيء اكثر خصوصي بحياتنا قد الفرديه تبعنا، كل حدا بيتميز عن الثاني، لو قد ما بدنا نجرب نفوت باعماق هيدي بعمق هيدي الشخصيه الا ما يضل في شيء بينه وبين حاله، طبعا هيدا الانسان رح يظهرها ورح يبينها، بس نحن بنجرب نقدر نساعده، قد ايه هو بيقدر يكون ترانسبيرون او شفاف، قد ايه بيقدر يكون شجاع انه عن جد يقدر يحكي، هيدي لحالها ثقة بالنفس، قد ايه نحن نقدر عن جد نطلع منه هالوجع، لأنه ثقة بالنفس فينا نقولها بمعنى ثاني مثل مراية أو لوحة بترسمها المواقف اللي نحن بنعيشها بركة كل يوم، الأشياء اللي هو وصغير مثلا واجهها وعينيها مع أهله، فهيدي الأشياء كمان بتتغير مع الوقت، وأكيد إذا هو اكتشف حاله أكثر مع شخص عن جد عم يقدر يساعده هو ما رح يقدر يعرف أن لسه يوقع ويكون مش مرتاح ويلاحظ في أشياء، يعني حتى لو كان قدام المجتمع أو على التلفزيون أو بلوجر أو وات إيفر على السوشيال ميديا، يمكن يفرجوا الناس إنه هي أحلى صورة بحالها وأحلى صورة، بس هي من جوا بتكون أبدا مش هيك ومنا مبسوطة، هيدي فكرة إنه هي منا مكتفية ومنا مبسوطة لحالها مع الوقت رح تتفاقم ورح تكون مزعجة وتقدر تكتشف أنه هي مش في شيء غلط. وهذا كمان بيخدنا على موضوع لازم نعالجه هيك بحلقات لاحقه عن السوشيال ميديا وتاثيرها اوقات قد ايه بيكون غلط على طبعا. اشخاص. صح. لانه بيكون هو منه حقيقه يلي نحن عم نشوفها، بتاثر على غيرنا، انا مفرجه احلى صوره وهي بتكون الصوره الغلط. صح. يعني بدي اتشكرك دكتور جوال زعيتر اسبوعيا على هول المعلومات اللي عم تكون رح تعطينا فيهم، رح تعطينا اياهم ورح تزودينا فيهم لنقدر قد ما فينا العالم ببيوتها تستفيد من النصائح اللي بتقدميها. بشوفك ان الله رد الاسبوع المقبل.